فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي اخر نص ساعه من الحصه نتاعنا اليوم، نحلوا ملف كاس الكاف بعد كنا نحكيو على تشامبيونز ليغ وفوز اسبيرونس البارح. البدايه مع السي اس اس، نحكيو على مقابله اليوم للسي اس اس، مقابله مهمه للفريق في كاس الكاف ضد جراف السنغالي. باش نحكيو على المقابله اكثر تفاصيل فنيه مع اللاعب السابق للسي اس اس طارق سالم، موجود معنا بالتليفون. طارق اهلا بك. اهلا مرحبا بك خويا، مرحبا بالساده المستمعين. شنو الامور؟ الحمد لله خويا، ربي يستر. الحمد لله. باهي طارق، السي اس اس يدخل اليوم ويكمل مسابقه الكاف مقابله الجوله الثانيه، ظهر لي مسابقه يعاول عليها برشا السي اس اس ضد جراف السنغالي. كيفاش تشوف الماتش الساعه بصفه عامه قبل ما ندخل في التفاصيل؟ والله الماتش ماتش كما صعيب على خاطر النادي الصفاقسي معناتها الجوله الاولى ولو انتصر ما كانش مقنع. الجولة الثانية مع فريق حسب ما شفناها مع النجم الساحلي فريق محترم، ما ظهرش حاجة كبيرة على المستوى الهجومي لكن دفاعيا كان فريق محترم. والمشكل الكبير هو في النادي الصفاقسي انه في خارج ميدانه في البطولة نتاع السنة معناتها النادي الصفاقسي ما يعرفش يتنقل حتى في تونس، معناها كما نقولوا ميادين يعرفها، ما يعرفش يتنقل، ضيع برشا نقاط، خسر برشا مقابلات، وخاصة المردود نتاعو تحسه خارج الصفاقس يتبدل الفريق وكأنك تتفرج على فريق آخر ماهوش هو بيدو اللي في الصفاقس. باهي طارق، آخر لحظة باش يكون غياب محمد علي الجويني، نعطيك التشكيلة المحتملة للسي اس اس بنسبة كبيرة باش تكون أيمن دحمان، نوري الزمان الزموري، حسام دكدوك، أحمد عمار، عزمي غومة، غيث المعروفي، شاد الهمامي، كينغسلي سوكري، محمد علي منصر، أيمن الحفزي، وكينغسلي إيدو. المدرب مرسي يبدو أنه بدل التكتيك نتاع السي اس اس مع غياب الجويني، يبدو أنه اختار باش يلعب بثلاثة من لاعبية في محور الدفاع. والله هذا هو المشكل تغيير مدرب في وسط الموسم مع مقابلات متتالية مع مدرب ما يعرفش معناتها الفريق وما يعرفش معناتها اللاعبين. النادي الصفاقسي ما عمره ما نجح معناها حتى مع مدربين كبار حبوا يبدلوا معناتها السيستم نتاعو بثلاثة مدافعين ما نجحش. سي با فاسيل معناها في نهارين ثلاثة باش تبدل السيستم نتاع فريق، خاصة من زوز في اللاكس لثلاثة في اللاكس، البلاسمون نتاع الفريق الكل يتبدل نتاع لي زيكسونتري يتبدل. دونك معناها حسب رايي مغامرة انك تبدل معناتها السيستم نتاع الفريق في ثلاثة ايام. بون غياب حسب رايي معناها حتى ولو غياب جويني معناتها جويني ما كانش ديما تيتولير وما كانش ديما يلعب باللاك، معناها شفناها في اغلب الاحيان يلعب على الجهه اليسرى. يا ما كي يجي في اخر لحظه الغياب يمكن يدخل شويه حسابات بعضها ولا؟ والله لا، خاطر اغلب الاحيان لعب الزموري واحمد عمار في اللاك سنترال، وعندك اسمه معناتها غيث المعروف ينجم يكون اريير دروا، عزمي غوما لعب اريير جوش، ممكن طريقه دفاعيه شويه. المدرب معناها شاف انه ممكن المحور الدفاع يعاني من مشاكل، دونك حب يزيد ملاعبي اخر في المحور، لكن تعرف معناها كي تزيد ملاعبي اخر في المحور مع اذا لي زيك سونتري ما يكونش البلاسمون نتاعهم عالي شويه في الميليو تيران يولي الفريق يقبل اللعب برشا معناها، وتعرف كي فريق يقبل اللعب في المناطق نتاعو ينجم يرتكب اخطاء. دونك انا بصراحه تفاجأت معناها بالاختيار هذا، ان شاء الله يكون اختيار معناتها ناجح، ان شاء الله نادي الصفاقسي في الفتره هذه معناها مستحق على الاقل نقطه من خارج ميدانه، خاطر الهزيمه ترجع الفريق المنافس ويولي في نفس المرتبه مع النادي الصفاقسي. البول هذه في ظاهرها سهله لكن مع تراجع مردود نتاع النادي الصفاقسي في الفتره الاخيره ينجم معناها اذا كان ما يعرفش يجيب دي بوان من خارج ميدانه ينجم يلقى صعوبات. ان شاء الله انا الغياب المؤثر اللي ممكن ياثر على المستوى الهجومي هو غياب سولا معناها. سولا خاطر سولا في المقابلات الاخرى الكل هو معناتها نادي الصفاقسي على المستوى الجماعي ما فماش حاجه كبيره. ولو انه طارق ما نعرفش شاطرني ولا لا، المدرب الجديد ما ظهر لي ماهوش في حساباته برشا، شفناه ماتش الكلوب خرجوا وكان غاضب اللاعب، ماتش اللي بعده بقى احتياطي، ما نعرفش شنو رايك انت؟
والله ما نتخيلش انه ماهوش بحساباته خاطر ما عندوش دي شوا، معناتها اي واحد يتفرج حتى على مقابله ولا زوز من نادي الصفاقسي ماهوش مستحق باش يتفرج ماتشات، الكل يعرف اللي سوله الوحيد. انا ما كملتش الفكره نتاعي، معناتها نادي الصفاقسي على المستوى الهجومي ما فماش ديز اوتوماتيزم كبار خاصه مع تغيير المدربين، لكن فما ديز انديفيدواليتي اللي هما اكثر وحيد اللي هما سوله وايدو هما اكثر وحيد يعملوا في الفرق. حتى كي تشوف الحرزي ديما سور لو بلان تكتيك وسور لو بلان ديفونسيف يعطي في اضافه، لكن على المستوى الهجومي ماهوش قاعد معناتها يوفر في حلول كبيره. دونك سولا حسب رايي حتى المدرب كي رتحوا مانشستر تونيزيان تخيل رتحوا على خاطر الجانب البدني، وشفتوا حتى كيف رتحوا لعب في الاخر صارت له اصابه عضليه، دونك سي سور عنده مشاكل في الساتر العضليه، هذاك علاش رتحوا ما نتخيلش رتحوا على خاطر مش مقتنع به. دونك كيف قلت لك معناها على المستوى الهجومي النادي الصفاقسي نجم يتاثر بغياب سولا، وفي المقابلات هذه ماذا بيك تسجل هدف خارج ميدانك باش نجم تنتصر ولا على الاقل تروح بنقطه تعادل. على كل معناها النادي الصفاقسي ان شاء الله المره هذه في المقابله هذه نعرفوا معناتها اللاعبين كي يبداو مركزين وكي يبداو بعد سيرتو النادي الصفاقسي بعد كل ديفيت اللاعبين يحاولوا يعملوا رياكسيون، ان شاء الله اليوم يعملوا رياكسيون معناتها بوزيتيف وتكون عندهم اكثر شخصيه باش يفرضوا اسلوبهم ويفرضوا معناتها رواحهم على ميدان منافس ماهوش منافس معناها كبير وعنده تقاليد كبيره في بطوله افريقيا حتى في الترتيب نتاعو في السنغال ماهوش ترتيب كبير على ما اظن في المرتبه السابعه ولا الثامنه. دونك النادي الصفاقسي ما يلزموش اقل حاجه ما يلزموش يخسر المقابله هذه ان شاء الله. بدل الحاجه المدرب الجديد بدا نشوفه في الطابع نتاعه ولا مازال بكري تعرق بالابول اللي كان يسمع في البيت؟ والله من اخزر معناتها المدرب الجديد في موقف لا يحسد عليه، معناتها بصراحه تجي الفريق بلاد ما تعرفهاش، فريق ما تعرفوش، ما تعرفش العقليه، مقابلات متتاليه على بعضه مع الافكتيف ليميتين تاع النادي الصفاقسي، معناها ما فماش حلول معناها على بنك الاحتياط. النادي الصفاقسي عنده يمكن 11 لاعب واسافوار، معناتها فما دي بوست اللي فيهم شويه مشاكل. دونك في موقف صعيب ما نتخيلوش ماتشات احد وربع احد ينجم سور لو بلان براتيك في ليزونترينمون اكثر ليزونترينمون تبقى ديغراساج وتطيح تعب ولمسات معناتها خفيفه، ما خذاش معناها ما جاتش تريف ولا حاجه باش يحط الطابع نتاعو ويحط افكاره سور لو بلان براتيك، معناتها نتخيلوا حتى الافكار نتاعو قاعد يحكي عليها اكثر منه في دي ريونيون اكثر منه انه يلقى الوقت باش يحطهم سور لو بلان براتيك. دونك ما نجموش ما لازمناش نكونوا قاسيين معناها على المدرب ونحكموا عليه برشا، لكن في نفس الوقت زاد الجمعيات الكبار الماتش بحسابه، معناها كيف تضيع زوز ثلاثه ماتشات شفنا معناتها ضيعنا زوز ماتشات في الشامبيونان اللي توال هربت عليك 5 بوان، اذا باش تضيع ماتش ولا زوز في الكوب دافريقيا تنجم تلقى روحك خارج تنجم تضيع الترشح. صحيح، متفائل طارق؟ والله باش نقول لك لاني متفائل لاني متشائل متفائل بين بيني خاطر شوف التفائل يلزم عندك معطيات باش تخليك تتفائل، ما تنجمش تتفائل هكاكا معناها المعطيات ماهيش ايجابيه في النادي الصفاقسي في الوقت الحالي لا على المستوى الجماعي لا على المستوى الفردي. دونك اللاعبين ماهمش في احسن حالاتهم، معناتها برشا لاعبين نشوفوا فيهم هو من اول الموسم معناتها النادي الصفاقسي مشكلته ما فماش انتظام في المردود، معناها يعمل لك ماتش كبير ومن بعد بجمعه يعمل لك ماتش معناها كاتاستروفيك، دونك هذا يخلي الواحد ما يعرفش قبل الماتش شنو هي الحالة النفسية نتاع اللاعبين، شنو هي الحالة البدنية خاصة كما قلت لك مع تتالي المقابلات والرصيد البشري اللي هو ماهوش سريع في النادي الصفاقسي. دونك ربي يستر مقابلة صعيبة كما قلت لك، إن شاء الله النادي الصفاقسي يروح على الأقل بنقطة التعادل. يعطيك الصحة، شكرا لك طارق وبالتوفيق، إن شاء الله ممثلنا السي اس اس في المقابلة نتاع اليوم. فأصل بعد شوية نحلوا مقابلة النجم الساحلي لما يكون معنا بالتليفون اللاعب الدولي السابق سيف غزال.